السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو خاص بالجمال. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة للعناية بمحيط العينين، يعني لمحاربة الهالات السوداء وتخفيف من الالتهابات والانتفاخات. ولعمل هذه الوصفة احنا بحاجة لمكون واحد فقط، واللي هو عبارة عن البطاطس. نحتاج الحبة واحدة من البطاطس، ومن الأحسن تاخدوا أصغر حبة عندكم في المطبخ، ومن الأحسن تكون مدورة الشكل مثل هذه. ثم نقوم بإزالة القشرة، من بعد ما قمنا بتقشير البطاطس ناخد سكين ونقسمها النصف، ثم النصف نقسمه أيضا النصف، احنا بحاجة فقط للربع. ثم ناخد سكين خاص بالتقشير ونقوم بتقطيع قطعة بهذه الطريقة. فهذا السكين هو كيمكننا من الحصول على قطعة رقيقة جدا، فشوفوا شكلها مثل قطع تشيبس. لو ما كان متوفر عندكم هذا السكين ممكن تستعملوا الآلة العادية اللي تساعدنا على تقطيع البطاطس تشيبس. فأنا بحاجة لأربع قطع، فهذه القطعة الأولى. فإذا هذه هي الطريقة للحصول على شرائح من البطاطس. الآن ننتقل لطريقة التطبيق. بالنسبة لعملية التطبيق نأخذ شرائح البطاطس ونوضعها أسفل العين بهذه الطريقة، ثم نأخذ الشريحة الثانية ونوضعها من الأعلى بهذا الشكل هذا، ونفس الشيء بالنسبة للعين الأخرى، ونخليها لمدة 20 دقيقة. ومن بعد مرور 20 دقيقة نقوم بإزالة شرائح البطاطس ونغسل العين أو محيط العين بالماء البارد. نقوم بعمل هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في اليوم حتى تختفي الهالات السوداء أو الانتفاخات والالتهابات الموجودة حول العين. فاحنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها. أشكركم جدا على المتابعة، انتظروني في الفيديو القادم مع وصفة جديدة. مع السلامة.